أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة سبور نيوز توداي. اليوم غادي نتكلموا على موضوع اللي هو حديث الساعة، حديث الصحف العالمية، وهو موسم الهجرة إلى الرياض، نجوم اللي تتمشي للدوري السعودي. بزاف، بداية برونالدو وآخرهم البرازيلي نيمار القادم من نادي باريس سان جيرمان. وهناك أخبار حول اقتراب الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى فريق إشبيلية الإسباني من الانضمام لفريق الهلال. هذا الموضوع وهذه المبالغ الكثيرة التي تتصرفها السعودية حول الدوري ديالها باش يولي من خمس الدوريات الأولى، الدوريات العالمية، يكون من ضمن لائحة خمس الدوريات الأولى عالميا. أندية كبيرة استطاعت تعاقد مع كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، كانت حاولت تعاقد مع ميسي ومودريتش، لكن منجحوش في التعاقدين. لكن هناك تعاقدات كثيرة كما قلت، أنه باش تجيب كريم بنزيما اللي كان في الريال وباقي في الأوج العطاء ديالو للدوري السعودي لفريق اتحاد جدة، وهو ليس في الأمر لهين وأمر صعيب. وقبل منه كريستيانو رونالدو اللي جاب 440 مليون لسنتين ونص. الهلال كان حاول مع ميسي براتب يفوق 600 أو 800 مليون أورو لموسمين، لكن المساعي ديالو ما نجحاتش وقرر ينتقل للدوري الأمريكي عبر فريق ديال ديفيد بيكام ميامي اللي تتألق هناك. لكن الحاجة اللي ما تدخلش الدماغ هو تا واحد الفيفا ما تدخلات في قضية ديال اللعب النظيف وهاد الأسطوانة. أي نادي أو أي دوري، كانت بدات في الدوري الإسباني مع الريال وبرشلونة شوية باريس سان جيرمان، ولكن الآن ما تنشوفوش حديث على اللعب النظيف، أن تنشوفو مبالغ كبيرة، رواتب خيالية والمبالغ انتقال ما كاينه 100 200 300 400 مليون اورو. يعني هاد المبالغ بزاف وغادي تاثر على المنافسه ديال كره القدم، لا في اوروبا لا في دوريات اخرى. ولكن رغم ذلك ما تنشوفش بانه الدوري السعودي غيرقى المصاف ديال الدوريات الكبرى عالميا مثل الدور الاسباني الانجليزي الايطالي. واخا هكا كيبقى دوري خليجي عربي اللي تكون في الاول الاهتمام به باش يشوفوا المستوى واللاعبين الجدد، ولكن مع المده يقدر داك الشغف وداك الاهتمام يتراجع. وتنشوف انه نسخة طبق اصل النسخة ديال الدوري القطري في الايامات في الالفينات، بداية ديال الالفينات الى حتى تنظيم كأس العالم، بداية باتيسو تاع غوارديولا، الاخوين ديال هولندا، بانه ايطو سميات كبار
الكبار اللي دازوا في الدوري القطري باش يحولوا الاهتمام ديال العالم ليهم ويوريو الرياضة القطرية والدوري ديالهم والمنشآت والملاعب باش داروا واستطاعوا ينظموا كأس العالم ديال 2022. لكن الآن تنشوفوا بأنه الدوري القطري نزل الصيد ديالو واخو ما بقاوش الاهتمام باللاعبين العالميين. تنشوف انا نفس المسار او التجربه نفسها اللي تتحاول الان قط السعوديه ديرها باش تاهي تنظم كاس العالم ديال شوف 2030 او 2000 ترشح باش تنظم 2030 او 2034 او 2038. نشوفوا الايام ماذا ستخبي. لكن اللي انا جاي ندوى عليه الان هو بانه اللاعبين المغاربة شفنا انتقال ديال جواد اليميق القرب ديالو من انتقال الى الوحدة السعودي لمجاورة مدير محمدي وفيصل فجر. الان اخبار رائجة اليوم انه ياسين بونو اقترب بشكل كبير من فريق الهلال السعودي لمدة 3 سنوات وغادي يخوض المباراة المقبلة امام مانشستر يونايتد بنهائي كأس السوبر الاوروبي. هتكون اخر مباراة قبل الانتقال ديال بونو للدوري السعودي. انا كرأي شخصي وكرأي خاص بانه المنافسة غتكون شوية ناقصة ماشي بحال الدوري الاسباني او كان مرشح الانتقال ديال الدور ريال مدريد او بايرن ميونخ. لكن تنشوفوا ان البوصلة تغيرات 180 درجة ويمشي للسعودية بانه ماشي في المصالح ديال ياسين بونو، خصوصا ان المغرب مقبل على كأس افريقيا وحنا طامحين كل طموح بانه كأس افريقيا تكون هي الثانية في تاريخ النخبة الوطنية وتاريخ أسود الأطلس. اللي ما تنتمناش هو المستوى ينزل، وإلا نزل المستوى تنعرفوا أن المركز ديال حراسة المرمى صعيب، وإلا كان عندك نقول ناقص شوية راه تأثر على المنظومة كلها وتأثر على الفريق ككل، وبالتالي النتائج تتكون شوية ناقصة. واللي تنتمنى بأنه اللاعبين خصوصا المغاربة يشوفوا الدوريات الأوروبية، واخا يكون شوية الدور الأوروبي ناقص أحسن ليه، لكن إغراء المال والدولارات والأوروات ما تتوقفش، ما يقدرش يوقف قدام اللاعب. احنا تنعرفوا ان اللاعبين عندهم مدة قصيرة في الملاعب الكروية. خاص الفيفا الاتحاد الدولي يدخل وباش التقنين، خصوصا التقنين ديال مبالغ الانتقالات الخيالية، ما كاين 400 200 300 ولات عادية بحال 50 مليون اورو، عادية 20 30، وما عاد فين غاديين بهاد الارقام، نقدروا نوصلوا حتى 1000 مليون اورو، 900 2000 1500. هادشي ما تيبشرش بالخير خصوصا الكرة، وخصوصا دولة
كالسعودية اللي تنعرفوا أن المداخيل ديالها كاينين من النفط والحج، هادو هما جوج المداخيل اللي عند السعودية هما اللي تيديروا بهم دابا هاد الانتقالات. وكما تتعرفوا بأنه الدولة ساعدت ولا تتساهم مع الأندية باش يجيبوا اللاعبين العالميين في إطار السياسة الكروية الجديدة للدولة، كما قلت لكم بغيتها ترشح لتنظيم كأس العالم مستقبلا. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدردشة البسيطة، نتمنى موضوع آخر ونهضروا فيه ونتكلموا فيه مع بعضياتنا، واللي عنده شي رأي ولا شي استفسار مرحبا في التعليقات وبارطاجيو باش نزيدوا لقدام ان شاء الله. وشكرا والى اللقاء.